حالة الانقطاع، يعني إذا كنت في سفينة في البحر وهذه السفينة كادت تغرق، ماذا تكون حالتكم هنالك؟ تلجؤون إلى الله تعالى بأعماق وجودكم عندما تقولون يا الله. اللسان لا يقول يا الله فقط، وإنما القلب يقول يا الله، هذه يقال لها حالة الانقطاع. نحن إذا لجأنا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم بهذه الحالة، يمكن واحد يفكر أنا 10 أعوام أدعو، الله تعالى ما استجاب دعائي. الدعاء وحده بلا انقطاع ربما يكون ضعيف الأثر. إن شاء الله حاولوا أن تطلبوا حاجاتكم بانقطاع كامل.